الناس اللي جاوا اليوم هما ناس جاوا ماشي غير بغاو، هذا موقف وطني كنعتزوا به من 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 جميع المدن المغربيه. جاوا الناس اليوم باش يقولوا باننا حنا ماشي غير من اجل نغوتوا، وانما من اجل نستنكروا، ومن اجل اننا نقولوا باننا حنايا ضد هذا الموقف الجبان اللي اتخذته الدوله ديال السويد امام السفاره هنا السويديه. حنا جينا لهنا باش نقولوا بان الشعب ضد اي واحد كيستهزئ بالموقف المغربي الحر. كانت المجتمع المدني ديال مدينه مكناس، وحنا راه حنا جينا لهنايا ماشي باش نتسارى ولا باش نغوتوا ولا باش نوقفوا، حنا جينا كنددوا وتنحتجوا على السفاره ديال السويد، على الدوله ديالها، على هادشي اللي دارت معانا. الصحراء راه مغربيه وستبقى مغربيه، وحنا راه كنفديو الصحراء بالدماء ديالنا. ويبغي اللي يبقى ويكره اللي يكره، والصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه وغتبقى يحفادنا ويحفاد حفاد حفاد حفادنا مغربيه. عاش الملك. المجتمع المدني باقليم شيشاوه هو واقف الان بكل وطنيه واخلاص من اجل قضيتنا العادله، قضيه الصحراء المغربيه التي هي قضيه وطنيه بكل اخلاص وثبات. والمغاربه كامله من طنجه الى القويره هم صف واحد وكلمه واحده في وجه اعداء قضيتنا الوطنية ووحدتنا الترابية. اليوم المجتمع المدني أعطى الكلمة ديالو من بعد النداءات اللي كنطلقوا نهار الثلاث، بالتالي اليوم السفارة السويدية أو السويديين اليوم عرفوا المغاربة، عرفوا بيضاوة، عرفوا الرباطيين، عرفوا الطنجاويين، عرفوا المراكشيين، عرفوا الصحراويين. الآن بغينا في أوروبا، جميع أوروبا، جميع الجالية المغربية تخرج للسفارة السويدية وتعبر عن الموقف ديالهم ويقولوا اللهم أنا عار وكنهدوا. إن الشركة ديال الكيطية كيخص الآن تسحب من الملف ديالها من الدار بيضاء وتمشي بحالتها. نندد شعبا وحكومة وملكا على الاستفزازات السويدية ضد التراب، الوحدة الترابية المغربية، وإننا نوحد يدا يدا من طنجة إلى القويرة. ولقد استفزنا ما قامت به السلطات السويدية ضد السيادة المغربية، وإننا لنستنكر بشدة وإلحاح ونقول إن الصحراء مغربية، ولن نسمح ولو بحبة رمل من رمالنا الصحراوية الغالية، وستبقى الصحراء مغربية. هذه المسيرة كنشاركوا فيها باسم النادي الملكي للدراجات النارية، هي رسالة موجهة لدولة السويد والجميع اللي من يحاول أن يزعزع استقرار المغرب، وهذا تبين أن الشعب المغربي كله متحد وكله وراء صاحب الجلالة من أجل القضية ديال الصحراء، وهي الصحراء مغربية رغم كاين الكائدين إن شاء الله. كنشاركوا فيها من أجل بلادنا ومن أجل هذا المشكل اللي اختلقاته لوغوفيرنمون سويدوا. حنا كيد واحدة وراء صاحب الجلالة، والصحراء مغربية وغتبقى مغربية، وهذا مصيرها للأبد. وقفي اليوم بصفتنا كفعالية مجتمع مدني باش نوجهوا رسالة للسويد، نوجهوا رسالة للسويد نقولوا لها أنك على خطأ، لأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية، لأني أريت الأرض الله الأرض ومن عليها. حنا كنحضروا في هذه الوقفة المغربية كاملة شبابا وشيوخا وصغارا من أجل تلبية نداء الوطن. احنا مع سيدنا ولن نفرط في أي ريش برين من الصحراء المغربية. احنا ضد ما أصدرته السويد بما يخص الصحراء المغربية. نحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة من طنجة إلى القويرة. نحن كمساعدين صيادلة بولاية فاس وباسم مساعدين الصيادلة في المغرب كامل كنشجبوا الموقف اللي دارته المملكه ديال السويد، وحنا الصحراء الصحراء ديالنا والملك ملكنا، ويا ويلو لقص حبه رمله من الصحراء. حنا مستعدين نضحيو برواحنا وبولادنا وكل ما كان ملك. السويد راك بعيد والمغرب راه جديد جديد.